أنا بروح إلى شيء من لفت نظري وأنا أقرأ كتبك. واحد من كتبك المشكلات الاجتماعية في السعودية ذكرت شيء اسمه حالة الاغتراب الاجتماعي. استوقفني هذا المصطلح، ودي تشرحه لي أكثر وأفهم من خلالك ماذا نقصد بحالة الاغتراب الاجتماعي. الاغتراب الاجتماعي حقيقة إن شاء الله إننا بنتخلص منه، يعني مع المتغيرات الجديدة إن شاء الله إننا بنتخلص كثير منه. هو شو أصلاً عشان نعرف يعني يصلح التخلص منه؟ متفائلين يعني متفائلين كرؤية اجتماعية إن شاء الله إننا نتخلص. هو شو؟ أي لأنه هو حقيقة الاغتراب الاجتماعي مرض اجتماعي، هو مرض اجتماعي. الاغتراب الاجتماعي ينتج أصلاً من ثقافة المجتمع. ثقافة المجتمع هي تخلق لك أهداف بنفس الوقت تخلق لك وسائل لتحقيق هذا الأهداف. إذا كانت الثقافة متكاملة فهي تدعم الوسيلة لتحقيق الهدف. إذا كانت الثقافة غير متكاملة فهي تعيق الوسيلة لتحقيق الهدف. يعني ثقافك أنت، يعني ما هي الثقافة المستوردة، الثقافة اللي حنا نعيشها، المزيج حقنا الثقافي هو يمكن يعيق وسائلك. أعطيك مثال يمكن يتضح أكثر. إيه الحماية الكلام اللي راح ما فهمت. أيوة لما تيجي لما الزواج، الزواج وسيلة بالمجتمع أساسية لتحقيق هدف أساسي اللي هو الاستقرار العاطفي، الاستقرار العاطفي والإشباع الجنسي باختصار، ما يقول لا. الثقافة إذا كانت تدعم الزواج تدعم كوسيلة معناته لا يوجد اغتراب بالمجتمع. إذا كانت الثقافة تعيق الزواج كوسيلة، غلاء مهور زيادة مثلا، تكاليف الزواج، صعوبة بالاختيار الزواج، العمر مثل العمر كلما زاد عمر الفتاة أو البنت قلت فرصتها بالزواج، عمل البنت مثلا مكان مختلط يحد من زواجه، مثلا تعرض الابن وتعرض الابناء والبنات مثلا لحالة طلاق يقلل من فرصة زواجهم، زواج ذوي الاحتياجات الخاصة. هذه الثقافة حقيقة تطلعك اغتراب اجتماعي، استجابات، هي نقول استجابات سلوكية مغتربة. يطلع لك ناس أمامها المعوقات هذه يتنازل عن شروطه ومتطلباته واحتياجاته بالزواج. تجي البنت تتنازل عشان تمدي عمرها مثلا، أو الولد يتنازل علشان قلاء المهور يدور أي زواج. زواج والسلام. نعم، هذا يمسك الوسيلة لكن ما يحقق الهدف، هذا مغترب يعتبر، لأنه تزوج نسميه حنا بعلم الاجتماع الزواج الطقوسي. الزواج الطقوسي هذا زواج بارد مستنقع من المشاكل الموجودة، في تحاسة زوجية لكنه يبغى الحلال والبنت تبغى الحلال، لكنه ما يحقق الهدف. ليه؟ لأن الثقافة أعاقت الوسيلة وتنازلوا عن كثير من متطلبات واحتياجات. يعني حالة الاغتراب الثقافي لما أصير أنا أبغى شيء في هذا المجتمع، سواء في العمل ولا في الدراسة ولا في الزواج ولا في أي شيء، ولا أقدر، ما يصير لي فرصة اجتماعية فيه، يصير عندي حالة من الغربة الاجتماعية، أحس المجتمع هذا ما هو بصالح لي، فأخذ خيار أقل من اللي يناسبني فأحس بحالة اغتراب. هي كذا ولا لا؟ مين كذا سبب، يمكن أوضح لك أكثر. ما أوضح. إيه لأنه لما الزواج مثل ما قلت لك أعطيك مثال، هذا لما أخذ الوسيلة وترك الهدف أتنازل، هذا يصير زواج طقوسي. لكن لما أؤمن بالهدف إن الغريب إن الاستقرار العاطفي مهم، لكن ما عندي الوسيلة ما أقدر له، أبتكر وسيلة لم أخذ بالزواج. العلاقات الغير شرعية نوع من أنواع ابتكار الوسائل. طيب في ناس ينسحبون يعني أمام هالمشاكل ذي، يقول وشو لزواج، في قروض وفي تعاسة وشو لزواج، هذا انسحاب، البنت تنسحب والولد ينسحب من الزواج كله، وهذا مغترب أيضا. في شيء أشد الاغتراب يسببه، بعضهم ما يرضى باللي يصير، هذا يتمرد، آسف جدا، الشذوذ نوع من التمرد، الدعارة نوع من الاغتصاب نوع من التمرد. خل أعطيك سوق العمل يمكن بعد يتضح أكثر. الآن لما شاب أو بنت تروح لسوق العمل ويعينونه مع جامعية مثلا أو ماجستير ومتخصص حاسب واخذ شهادة ما شاء الله، وكل يشكر على شهادة، ويروح يعينونه مدرسة أهلية أو بشركة ما أدري إيش، 3,000 ريال و 4,000 ريال، يبدأ الاغتراب من هنا. بالله 3,000 ريال هل تتناسب شهادته والدراسة اللي زي؟ يقول يا تبتكر شيء علشان، آسف جدا، علشان تحقق أهدافه، يا تشتغل بحالة
غير 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 متفاعله طقوسيه طقوسيه غير متفاعله ما تنتج. واغلب مشاكل الموظفين ترى يجون من هذه، يقول لك اشتغل على قدر الراتب انا ما يقول، او ينسحبون يبدون يغيبون لما يفصلون، او يتمردون يسرقون ولا يستثمرون الوظيفه اللي هم فيها. اعطيك مثال اخر يمكن اوضح. اكثر مشاكل الاغتراب تجي من الجامعات، اكثر مشاكل الاغتراب الاجتماعي مشاكله يبدا من الجامعات. وش السبب استاذ عبد الله؟ انك يجي الطالب او الطالبه تقدم على تخصص تقول بالبدايه بحاسب الالي، وتضع اختيارات 30، بعض الجامعات تضع 30، بعضهم 15، بعضهم 50، وبعدين يعطونه رقم 20 فيزياء يرسلوا له يقول لك مبروك. طبعا اجباري هذا، اكراه، لازم تروح تدرس الان فيزياء. بالله اول مرحله من المراحل الاغتراب بدت فيه، حتنسحب او تمرد او انه تخرج بعدين تصير مكان يعني بحاله اغتراب، ممكن تستثمر خطا المكان اللي فيه ولا تفاعل فيه ولا تطوره. لذلك الثقافه المتكامله هي اللي تعيق المعوقات، يعني لازم المعوقات الوسائل لازم نجرد الوسائل من المعوقات. هذه فكره الاغتراب. هذه نفس الكلام اللي نظريه ميرتون وانماط التكيف الاغتراب بالضبط. هذه هي النظريه، هذه من النظريات حقيقه اللي تفسر كثير من المشكلات الاجتماعيه بالمجتمع حقيقه. ومفيده جدا بالذات للمربين والمخططين. حتى مفيده للمخططين، لان احنا بفتره الحضانه هذه ترى نحتاج المخططين انهم ينتبهون انهم يعالجون كثير من المعوقات الموجوده للاهداف.